السلام عليكم مرة تانية وأهلا بيكم في مجموعة شروحات الشبكات والاتصالات. النهاردة في الدرس السادس هنبدأ الجد، هنبدأ نفهم الدروس اللي فاتت بشكل أكتر، هنبدأ نفهم بشكل عملي إزاي الشبكة بتتواصل مع بعض. في الدرس السادس النهاردة ياريت قبل ما تتابعه تتابع الدروس اللي فاتت، وهتلاقي لينك في الديسكريبشن بالدروس اللي فاتت. الدرس بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن فهم أساسيات الـ IP Addressing، فهم طريقة معرفة الـ IP للأجهزة، والتعرف على الـ IP الصالح والـ IP الغير صالح. هنبدأ كلامنا بالـ IP Address. يتم التعرف على كل طرف في الشبكة من خلال الـ IP Address. يعني لو عندنا شبكة فيها خمس أطراف أو خمس أجهزة، كل جهاز من الخمس أجهزة دول بيكون ليه IP address. الشبكة بتعرف كل جهاز منهم عن طريق الـ IP address. لما جهاز هيبعت لجهاز، الجهاز بيكتب الـ IP address بتاعه عشان نعرف الراسل، وبيكتب الـ IP address بتاع الجهاز المرسل إليه. هو ده الـ IP اللي بيقوم عليه الشبكة. IP ده اختصار لإنترنت بروتوكول، واتكلمنا ايه البروتوكول ده في اول درس، عشان كده ياريت تتابع الدروس اللي فاتت علشان تفهم معايا بشكل اكبر. تعالوا نشوف الـ IP address ده في مثال عملي. قدامنا شبكتين، شبكة موجودة في القاهرة بتتكون من ثلاث اجهزة، وشبكة موجودة في ميلانو بتتكون من ثلاث اجهزة. طبعا اطراف الشبكة او النتورك نودز اللي هي ست اجهزة، اللي هم ثلاثة في كايرو وثلاثة في ميلانو. بعد كده الثلاث اجهزه دول مربوطين بسويتش او براوتر، وبيبقى عن طريق الانترنت الشبكتين مربوطين ببعض. نلاحظ ان اطراف الشبكه او النتورك نودز اللي هم الست اجهزه كل واحد فيهم بياخد رقم. الشبكات اللي في القاهره مثلا 172.155.2، والجهاز اللي بعده نفس الرقم بس بدل 2 3 واللي بعده 4. كل لما هيضيف الجهاز الرقم اللي في الاخر هيتغير بعدد الاجهزه اللي موجوده. ونفس الكلام بتاع الشبكه بتاعت ميلانو، الاي بي مختلف شويه، 192.168.2، وتاني جهاز 192.168.3، واللي بعده 192.168.154. نفترض ان اول جهاز في الشبكه بتاعت القاهره عاوز يبعت ملف للشبكه للجهاز اللي في النص اللي في الشبكه بتاعت ميلانو. الجهاز اللي هيبعت من القاهره بيكتب ان عنوان الراسل 172.155.2، وبيبدا يكتب عنوان المرسل اليه، هيكتب الاي بي اللي هو 192.168.1503. في الشبكه الاجهزه بتتعرف عن طريق الاي بي، يعني الاي بي بتاع الاطراف كل جهاز ده الاسم بتاعه اللي بيرسل او بيوصل عليه الملف. بعد كده تعالوا مع بعض نشوف ازاي اقدر اعرف الاي بي بتاع الكمبيوتر. عندي على الكمبيوتر اي كمبيوتر، هفتح قائمه ستارت وهكتب تحت في البحث كلمه سي ام دي. هيطلع لي البرنامج الاسود اللي زي اللي طالع عندي في الشاشه، هكتب كلمه اي بي كونفيج، هيبدا يجيب لي ان الشبكه بتاعتي مربوطه بوايرلس لان ادابتر، والاي بي هو اللي في الدايره الحمراء اللي قدامنا دي 192.168.8.102، ورقم 102 ده بيتغير مع كل جهاز موجود على نفس الشبكه. والاي بي بتاع شبكه الكمبيوتر ده ليه فيرجنين، اي بي في 4 واي بي في 6. الشكل اللي شفناه من شويه ده اي بي في 4، وفي الشروحات اللي بعد كده كمان شويه هنتكلم ايه الفرق بينهم، لكن مبدئيا خلينا نتكلم على الاي بي في 4. الاي بي في 4 بمجرد ما بتوصل الكمبيوتر على الشبكه بيحصل على اي بي، الاي بي ده بيحصل عليه اليا ويمكن تغييره يدويا، يعني ممكن الرقم ده نغيره. الاي بي ده بيتكون من اربع اجزاء بينهم فاصل، يعني على سبيل المثال x.x.x.x. كل جزء او كل اكس من دول بيتكون من رقم بين الصفر وال255، يعني اقل احتمال للشبكه للاي بي بتاع الشبكه يبقى 0.0.0.0، واعلى احتمال 255.255.255.255 اللي هي 32 بت. ده بالنسبه للاي بي في 4. دلوقتي بقى تعالوا نعمل تدريب مع بعض. قدامك ست اي بيهات، انا عايز تشوف من اللي انت فهمته فين الاي بي المظبوط وفين الاي بي اللي مش مظبوط
وايه السبب. عايزك توقف الشاشة ثواني وتحل انت التدريب ده مع نفسك. في المثال الاولاني 192.340.12.102 ده غلط. الغلط فين؟ ال 340. قلنا الرقم لازم يبقى بين 0 و255، يبقى اول اي بي ده اي بي مش مظبوط. تاني اي بي برضه غلط، لان ما ينفعش يبقى فيه حروف، هو بيعتمد على الارقام بس. 1A2 هنا ال A ده غلط، لازم يبقى ارقام بس. المثال رقم 3 110.120.11.1 ده اي بي ممكن نستخدمه مظبوط. الاحتمال اللي بعد كده رقم 4 200.213.110 ده غلط، لانه بيتكون من 3 اجزاء بس، ما بيتكونش من 4 اجزاء. المثال الخامس 1.0.0.10 مظبوط. المثال رقم 6 1.11.0.0.15 ده غلط، لان بيعتمد على 5 اجزاء، واحنا قلنا لازم بس يبقى الموجود معايا يبقى 4 اجزاء. وبكده نكون جينا لنهاية الحلقة. اتمنى اكون ان الدرس فاتكو. انا بعتمد ان الدروس تبقى صغيرة علشان الناس ما تزهقش وتتفرج على الفيديو للاخر. لو عاوز تتابع الفيديوهات بتاعتي اعمل سبسكرايب على الشانل على اليوتيوب، او لو بتتابعني من فيسبوك اعمل لايك وفولو عشان تشوف الفيديوهات اللي هتنزل بعد كده. واتمنى ان انت تكون اتفرجت على الدروس اللي قبل كده، وانتظرني في الدروس اللي بعد كده ان شاء الله هتنزل في اقرب وقت.